با اليوم مشيت للبلدية، كأي مواطن يمشي للبلدية، شيء عادي. جاء طريقي قدمت للجيشي، نرقى المرأة في أذنها التليفون، تهثرم 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 هي وصاحبتها. قالت لي لازمك تحرك مليح 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 على العجينة، ها رد بالك. طلبتها في مضمون ولادة، أعطيتها النومرو، تاريخ الميلاد، شافت في الإكران، زهقت ونادت الزميلة: يا عادل عادل اجري لي يا عادل. جاء عادل، غزر لي الإكران، غزر لي، قال لي: يا حاج ما تتفجعش، وراهو الاسم اللي عطيتهولنا هذايا راهو متوفي. شنو معناه متوفي بابا؟ ما فهمتكش. متوفي معناتها انا التحقت الى الرفيق الاعلى. سكين اختي صرفقني بكف دي. ليه ليه يا عم خط يا اختي يا اختي؟ بلا هذا شكون؟ انا شكون؟ انا العبيده. عبد عبد عبد